متسلسلة حسابية يعطى مجموع أول نون حدان منها جيم نون تساوي 5 نون تربيع زائد ناقص 3 نون جد الحد العام لهذه المتسلسلة. هلا عنا هاي متسلسلة حسابية، مجموع أول نون حدا منها تحسب بالعلاقة جيم نون تساوي 5 نون تربيع ناقص 3 نون، ما الحد العام؟ هلا حا واحد يعني الحد الأول، دائما احنا حافظينه. لو انتم تحضروا درس المتسلسلات مش الحسابيه والهندسيه، المتسلسلات، بتعرفوا انه حا واحد هي نفسها الحد الاول اللي هي الف، نفسها جيم واحد المجموع. فاحنا بنستغل هذا الاشي لصالحنا، فبنقول جيم نون تساوي 5 نون تربيع ناقص 3 نون. فاحنا بنستغل، احنا فيش عندنا معلومات، انتبهوا انه هذا السؤال فيش فيه معلومات كتير يعني، فاحنا بنستغل اي اشي بخطر على بالنا بنجاوبه. فاحنا بنقول بدل جيم نون جيم واحد، يعني لانه الحد الاول، تساوي 5 في 1، عوضنا الواحد بس النون حطينا بدلها واحد، 5 في 1 تربيع ناقص 3، فخمسة في واحد، واحد تربيع أصلا، واحد تربيع واحد، واحد في واحد هم قصدهم يعني، واحد تربيع يعني واحد في واحد، ضرب خمسة في واحد ناقص 3 في 1 3، فصارت المسألة 5 في 1 5 ناقص 3، 5 ناقص 3 وتساوي 2. هلا جيم واحد طلعت قد ايه؟ 2، ماشي. هلا طيب احنا وجدنا جيم واحد، طب احنا بدنا جيم 2، جيم 2، انتبهوا انه احنا بدنا جيم 2. طب احنا ليش بدنا جيم 2؟ عشان انه احنا يعني بدنا معلومات. هلا بفهم كل شيء. هلا جيم 2 ايضا بنعوضها، بنقول 5 في 2 تربيع، 5 في 2 تربيع ناقص 3 في 2، ولا ايش، عوضنا ال2 بدل نون يعني صارت جيم 2 تساوي 5 في 2 تربيع ناقص 3 في نون، فصارت 5 في 2 تربيع ناقص 3 في 2. هلأ 2 في 2 4، وهون 5 يعني صارت هاي 5 في 4 ناقص 3 في 2، 3 في 2 6، ف5 في 4 20 ناقص 6 ناقص 6 20 ناقص 6 14. فإحنا أوجدنا جيم واحد وجيم 2. طيب جيم واحد طلعت لنا 2 وجيم 2 14. فهلا حا 2 هي عبارة عن جيم واحد، جيم 2 عفوا ناقص جيم واحد، حا 2 تساوي جيم واحد، جيم 2 عفوا ناقص جيم واحد، لأنه احنا المتسلسلة الحسابية انه هيك يعني انه هيك بنقصها. فبنقول 14 ناقص 2، 14 ناقص 2 نقصنا هاي من هاي، 14 ناقص 2 جيم 2 ناقص جيم 1 14 ناقص 2. فهلأ الحد الأول عنا أصلا إحنا الحد الأول هي 2، الحد الثاني انتبهوا 12 هي اللي أوجدناها هون، مش 14 12، الحد الأول 2 الحد الثاني 12. طب اللي بعده كيف نمشي على هذا الأساس؟ فإحنا أفهمكم كيف إشي يعني حتى بدون حل. هلا احنا عرفنا ال 12 لما حلينها وعرفنا ال 2، هلا 12 ناقص 2، 12 ناقص 2 10، يبقى احنا هذه بدنا نزيد عليها 10، فبصير 12 زائد 10 22. طب الحد الرابع اذا بدكم تعرفوها زائد 10، يعني مثلا بدل 22 بصير 32 وهكذا، فرا تساوي 10، ماشي. هلا الاساس دال تساوي 10. هلا احنا قلت لكم انه 2 الحد الاول، 12 الحد الثاني اوجدناها، ال 22 جبناها، انه احنا زودنا على هاي ايش 10، ماشي. هلا كمان عندنا بنقول نرجع لقوانين المتسلسله الحسابيه، ح نون تساوي الف زائد نون ناقص واحد في دال. هلا واي تساوي الف، الف الحد الاول، شو يعني الف الحد الاول؟ اللي جيم واحد او ح واحد اللي من نفس السؤال 2. طيب في نون ناقص واحد ضرب 10، طيب العشرة اللي هي دال الاساس، الاساس 10، وهي من يعني من قانوننا هاي. طيب هلا شو بنحكي؟ 2 بننزلها زي ما هي، زائد العشرة من دخلها على القوس، العشرة من دخلها على القوس، 10 في نون، 10 في نون، 10 نون، 10 في 1 ناقص 10 في 1 10، ولا إيش، دخلنا العشرة هون يعني صارت 10 في نون 10، وعشرة في واحد 10. هلأ 2 صارت زائد 10 نون ناقص 10. هلأ ح نون تساوي، طب احنا بدنا نجمع الارقام مع بعض. هلا 2 وسالب 10 بينفع انه نضمهم لبعض، فبتصير كانها 2 ناقص 10، معي شكلين على يدين 10 شكل، سديت شكلين ضل على يدين يعني
8 شيكل، فدين في السالب زائد نو زائد 10 نون. طيب فح نون طلعت 10 نون ناقص 8. بدي اعاود بس اشرح لكم على الخفيف هذه المساله. متسلسله حسابيه يعطى مجموع اول نون حدا منها جيم نون 5 نون تربيع ناقص 3 نون، جد الحد العام لهذه المتسلسله. بنقول ح واحد تساوي جيم واحد، جيم نون جبنا القانون اللي عندنا فوق، جبنا جيم واحد وجيم اثنين عوضناها بالقانون، جيم واحد وجيم اثنين عوضناها بالقانون عشان ايش؟ عشان نجيب ح اثنين، ح اثنين تساوي جيم اثنين ناقص جيم واحد، فبنقول 14 ناقص 2 فتساوي 12، الحد الثاني طلع 12، الحد الاول 2، الحد الثاني 12، فالفرق بيناتهم 10، هذه بتصير 12 زائد 10 22، فدال دال تساوي، هي مش رو، دال تساوي 10. بنقول ح نون تساوي الف زائد نون ناقص 1 في دال، طبعا هذا قانون بالمتسلسله الحسابيه يجب حفظه، يساوي 2 زائد نون ناقص 1 في دال في 10. ووزعنا العشرة هون، ففي النهاية طلع الحد العام يساوي 10، هذا الحد العام، هذا يعني القانون طلع معنا، طلع معنا سالب 8 زائد 10 نون، بس ولا إشي رتبنا، يعني أنتوا لو حطيتوا لهون عادي يعني منيح، بس إحنا للترتيب حطينا 10 هون صارت 10 نون وناقص إيش؟ 8، يعني ولا إشي، بس حطينا لأنه موجب 10 حطيناها هون عشان هي الترتيب، يعني أنتوا حتى لو سيليات دائما هيك بحبوا يرتبوا في الرياضيات، فبيحطون الإشي الأكبر بالأول وناقص 8. لاحظوا انه ما فيش شيء تغير، بس اللهم غيرنا المكانات مش اكثر. كان مجموع الحدين الثاني والرابع من متسلسلة حسابية يساوي 2، وكان مجموع الحدود السادس والسابع والثامن يساوي سالب 45. اكتب اول 5 حدود من هذه المتسلسلة، المطلوب منا اكتب اول 5 حدود من هذه المتسلسلة. طب تعال نترجمها يلا. اذا كان مجموع الحدين الثاني والرابع، يعني حاتنين حدين بيقولون الثاني والرابع من متسلسلة حسابية، المتسلسلة الحسابية عرفنا يساوي 2، يعني حاتنين زائد حا 4 تساوي 2. طب هي حاتنين زائد حا 4 تساوي 2. طيب وكان مجموع الحدود السادس والسابع والثامن، يعني حا 6 وحا 7 وحا 8، حدود 6 سادس سابع ثامن، فبنقول حا 6 حا 7 حا 8 يساوي ايش؟ سالب 45. طب هي احنا اوجدنا 90 اول اشي. هلا طب ح اتنين هي عبارة عن ايش؟ الف زائد واحد دال. طيب زائد ح اربعة هي عبارة عن الف، يعني الحد الاول، زائد 3 دال تساوي ايش؟ 2، ماشي. وهذه يعني اذا بدي اكمل لكم، فبنقول الف زائد واحد دال تساوي الف زائد 3 دال تساوي 2، فالف زائد الف نتنسق مع بعض، الف زائد الف 2 الف، 1 دال زائد 3 دال 4 دال وتساوي ايش؟ 4 دال، يعني هي 4 دال. لحظة، تساوي هي. هلأ هاي عنا الف زائد الف 2 الف، يعني لان هون في واحد وهون في واحد، وهي 1 دال زائد 3 دال 4 دال وتساوي ايش؟ 2. طيب هلا صارت المساله 2 الف زائد 4 دال تساوي 2. طب هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نختصرها اكثر، هي مش مختصره. هلا كلهم انتم انتبهوا، 2 والاربعه والاثنين بيقسموا على 2، بيقسموا على 2، فبنقول على 2 على 2 على 2. طب ليش احنا قسمناها على 2؟ عشان نذكرها، على 2 على 2 على 2. هلا 2 على 2 1، وشو ضل عندنا هون؟ الف، يعني 1 في الف فصارت الف، زائد 4 على 2، يعني 4 كم 2 فيها 2، 4 دال ألف زائد 4 دال يساوي 2 على 2، طبعا مش صفر ديروا بالكم، 1. فإحنا لأوجدنا أول إيش؟ معادلة، هذه عبارة عن ح 2 زائد ح 4 وتساوي إيش؟ 2. الحد الثاني هي عبارة عن ألف زائد دال، الحد الرابع هي عبارة عن ألف زائد 3 دال وتساوي 2 من نفس السؤال هذا يعني. هلا زبطنا، جمعنا الالفات مع بعض والدالات مع بعض، لما جم يعني زبطناها واختصرناها طلع لنا الف زائد 2 دال تساوي 1. ننتقل للثانيه. هلا قلنا وكان مجموع الحدود السته والسبعه والثمانيه يساوي سالب 45، حي 6 وحي 7 وحي 8 يساوي سالب 45. الحي 6 هي عباره عن الف زائد 5 دال، هيك يعني. الحي 7 هي عباره عن الف زائد 6 دال. الحي 8 هي عبارة عن ألف زائد 7 دال وتساوي إيش من نفس السؤال؟ سالب 45. فإحنا الألفات منزودهم مع بعض، فهلأ 1 ألف 1 ألف 1 ألف 3 ألف 1 ألف 1 ألف 1 ألف، لأنه في هون واحد يعني بكتبوهاش يعني عادي لو أنتوا كتبتوها مش غلط،
واحد ألف واحد ألف واحد ألف ثلاثة ألف، خمسة ديل وستة ديل وسبعة ديل، ماشي قديش؟ هلأ يعني لما نجمعهم مع بعض خمسة وستة 11، خمسة ديل وستة ديل 11، 11 ديل، 11 ديل وسبعة ديل 18 ديل، فإحنا جمعناهم مع بعض سوي سالب 45. هلأ أيضا صارت مسألة 3000 زائد 18 ديل تساوي سالب 45. طب هدول الثلاثة، 3 و18 وسالب 45 بيقبلوا القسمة على الثلاثة، بيقبلوا القسمة على ثلاثة. طب كيف إحنا نعرف إنهم بيقبلوا القسمة على ثلاثة أو لا؟ هي الثلاثة هاي تقبل القسمة على ثلاثة، إحنا بنعرفها. طب ال18 كيف نعرف إنها بتقسم على ثلاثة؟ بنقول 8 زائد وحدة، طبعا هذا خارج المنهاج بس أنا بدي يعني أعرفكم فيها. 18 زائد 8 زائد 1 9، فثلاثة في ثلاثة بتعرفوا أنتوا 9. طيب وهي سالب 45، 5 زائد 4، 5 زائد 4 9. طب 9 كمان أيضا تقبل القسمة على يعني إنه يعني 9 بنقول 3 في 3 9، فيعني بينفع إنها نقسمها على 3. أنتوا هيك يعني اعملوها، فبنقول على 3 على 3 على 3، 3 على 3 1 فصارت ألف، زائد 18 على 3 6 ديل، 18 على 3 6، يعني 18 كم 6 فيها؟ أكم عفوا 18 أكم 3 فيها، 18 على 3 عفوا 18 على 3 6 ديل، طبعا اوعوا تنسوا الديل، تساوي سالب 45، سالب على موجب سالب، 45 على 3 15. فعندنا المعادلة الثانية أ زائد 6 ديل تساوي سالب 15، المعادلة الأولى هي عبارة عن أ زائد 2 ديل تساوي 1، فأول شيء بنطرح المعادلة الثانية اللي هي هاي من المعادلة واحد، نطرح المعادلة الثانية من المعادلة الأولى. فالمعادلة الثانية هي عبارة عن أ زائد 6 دال تساوي سالب 15 ناقص المعادلة الأولى هي عبارة عن أ زائد 2 دال تساوي 1. فطرحناها، هلأ كيف نطرحها؟ هلأ شو بنحكي؟ نطرحها منقول أ ناقص أ، هذه الطرح من عائلنا، أ ناقص أ صفر. طيب 6 دال ناقص 2 دال، 6 ديل ناقص 2 ديل 4، 6 ناقص 2 4 والديل بتضلها زي ما هي، هذه ديل ديروا بالكم، تساوي سالب 15 ناقص 1، سالب 15 ناقص 1 يعني كأنه على يدين 15 شيكل وعلى يدين شيكل، لأنه سالب 15 سالب 1 يعني زي كأنه سالب 15 ناقص 1 فسالب 16. هلا صارت المسألة 4 ديل زائد 0، 4 ديل زائد 0 4 ديل تساوي سالب 16. هذه الأربعة كيف نتخلص منها؟ هون في عملية إيش؟ ضرب، في عملية ضرب. الضرب كيف نتخلص منه؟ قسمة على أربعة على أربعة، فأربعة على أربعة صارت واحد، سالب 16 على أربعة سالب أربعة، وهيك إحنا خلصنا السؤال. قبل ما نخلص هذا السؤال بنعود، يعني هذا كمان يعني زيادة. بعدين شو بنحكي؟ نعود إما في المعادلة الأولى أو الثانية قيمة دال، إحنا دال طلعت عنا طلعت عنا سالب 4، دال طلعت عنا سالب 4، فإحنا بنعود يا إذا ما بدكم يعني يا بالمعادلة الأولى يا بالمعادلة الثانية. هلأ اطلع المعادلة يعني يا بتعودوا دال في هاي، بدي أفرجيكم، يا بتعودوا دال في هاي يعني يعني أ زائد 2 دال تساوي 1 أو في هاي زي ما بدكم، ولازم اللي بيطلع في هذا القانون يطلع يعني جواب هذا نفس جواب هاي. فمنقول أ زائد 2 دال تساوي 1، منعود قيمة دال، فمنقول أ زائد 2 في سالب 4، دال قيمتها سالب 4 تساوي 1، فمنقول أ زائد 2 في سالب 4 سالب 8 تساوي 1، فصارت المسألة أ ناقص 8 تساوي 1، لأنها 2 في سالب 4 سالب 8. هلأ سالب 8 كيف نتخلص منها؟ زائد 8 زائد 8 على المنطقتين، هاي مع هاي صارت 0، فألف كأنها زائد صارت 0 تساوي 1 زائد 8، 1 8 زائد 8 9، فطلعت ألف عندنا 9، هاي 9 ألف. طيب طب احنا كيف نعرف انه كيف نجيب احنا اول مجموع خمس حدود؟ طب احنا دال قديش طلعت عندنا؟ دال قديش طلعت عنا من المسألة؟ سالب ايش؟ دال قديش طلعت عنا؟ سالب 4. قديش طلعت عنا دال؟ شو طلعت عنا؟ سالب 4. فإحنا أول حد قديش؟ 9. طب تاني حد؟ سالب 4. ليش سالب 4؟ لأنه إحنا نحكي 5 ناقص 5 ناقص 9، 5 ناقص 9 سالب 4، لأنه إحنا الدال سالب 4، 5 ناقص 9 سالب 4، 1 ناقص
واحد ناقص خمسة، واحد ناقص خمسة سالب أربعة، سالب تلاتة ناقص سالب تلاتة ناقص الناقص أربعة بتصير سالب تلاتة زائد الزائد أربعة فصارت واحد. هلأ سالب سبعة ناقص الناقص أربعة بتصير سالب سبعة زائد أربعة فسالب تلاتة، يعني إحنا بنروح بنظبطها وبتطلع معنا هيك. هلأ عنا هاي المسألة، إذا كان مجموع الحدين الثاني والرابع من مسلسلة حسابية يساوي 2 فترجمناها ح 2 وح 4 2. إذا كان مجموع الحدود 6 و7 و8 يساوي سالب 45 ترجمناها ح 6 ح 7 ح 8 تساوي سالب 45، جمعناهم. هلا ح 2 هي عبارة عن أ زائد د، ح 4 عبارة عن أ زائد 3 د وتساوي 2، هي ح 6 هي عبارة عن أ زائد 5 د، ح 7 هي عبارة عن أ زائد 6 د، ح 8 هي عبارة عن ألف زائد 7 دال تساوي سالب 45. زبطناهم مع بعض، زبطنا الألفات مع بعض وزبطنا الدالات مع بعض، فصارت المسألة آخر إشي عنا المعادلة الأولى ألف زائد 2 دال تساوي، طبعا أنا شرحت لكم إياها بس هذه إعادة. هلأ وكمان في هاي المنطقة زبطنا الألفات زبطناهم مع بعض، فمنقول ألف زائد 6 دال تساوي سالب 15. منطرح المعادلة الثانية من المعادلة الأولى، طرحنا هاي من هاي، طرحنا هاي من هاي، صارت أ زائد 6 د تساوي سالب 15 ناقص ناقص أ زائد 2 د يساوي 1، فأ ناقص أ صفر، 6 ناقص 2 4 د تساوي يساوي دائما نخلي الإشي زي ما بعضه، سالب 15 ناقص 1 سالب 15 ناقص 1 سالب 16. هلأ عنا صارت المسألة 4 د تساوي سالب 16 على 4، كيف نتخلص من الأربعة؟ على 4 على 4 على المنطقتين د طلعت عنا سالب 4. طيب هلأ كيف نتأكد؟ نعوض إما بالمعادلة الأولى قيمة د تساوي سالب 4 أو بالمعادلة الثانية، يعني أنتوا إذا جيتوا عوضتوها بهاي عوضتوها بهاي لازم تطلع نفس جواب هاي، فإحنا بنجي بنعوضها، فبنقول أ عوضناها بالمعادلة الأولى أ زائد 2 د تساوي 1، فإحنا قلنا أ زائد 2 في د د سالب 4 تساوي 1، أ زائد سالب 2 في سالب 4 سالب 8 تساوي 1، فصارت مسألة أ ناقص 8 تساوي 1، كيف نتخلص من السالب 8 زائد 8 زائد 8 على المنطقتين، فصارت أ هي عبارة عن 9، فالحد الأول 9. الحد الثاني كيف نعرفه؟ منقول 5 5 ناقص ناقص 4، 5 ناقص ناقص 4 فبتصير 9، 1 ناقص ناقص 4 يعني 1 ناقص ناقص 4 اللي هي 5، وبنكمل.